صراحة القنصل العام السيد أحمد فراني اللي غادي يودعنا اللي غادي يمشي من بروكسل رجل طيب، رجل كيبغي بلادو وكيخدم الجالية بمعنى الكلمة. هذا دي شهادة في حق هذا الإنسان هذا، ونتمنوا المسؤولين المغاربة وخصوصا وزارة الخارجية يعيدوا النظر في هذا الانسان هذا ويخليوه في بروكسل، لان جاليه كبيره في بروكسل كنحتاجوا هذا الانسان هذا اللي صراحه انسان رائع جدا وكيتجاوب مع الجاليه المغربيه بامانه وصدق. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى والمسؤولين ديالنا يقوموا بالواجب ديالهم تجاه المواطنين كما قال سيدنا الله ينصرو، ديما كيهتم بالجاليه ديالنا. وباش تهتموا بالجاليه خصكم تخليوا هذا القنصل هذا القنصل العام سيد احمد فراتي اللي صراحه مشكور على العمل اللي قام به هنا في بروكسل، وشكرا جزيلا.